حاجه لازم نثبتها وقت نحكيه على المشاريع ولا المؤسسات في تونس. معناها معظم المؤسسات هما في الحقيقه مؤسسات صغرى وصغرى جدا ومتوسطه، ولهذا وقت اللي تنظر اليوم للنسيج القومي نتاعنا النسيج الاقتصادي تلقى انه 95% من المؤسسات في تونس مؤسسات صغرى، ولهذا ما لازمناش ننساو المؤسسات الصغرى على خاطر المؤسسات هذوك هما اليوم اللي قاعدين يمدوا في الاقتصاد بال معناها بال بالمان دوفر. معناتها 70% من مناصب الشغل عند المؤسسات الصغرى والمتوسطه، هذا الشيء ما لازمناش ننساوه. وقت اللي نركزوا على المؤسسات الصغرى اش نلقاو؟ نلقاو اللي مكثر المؤسسات الصغرى اللي خاصه المؤسسات اللي تكونوا بدعم من قروض صغرى. معناها مكثر المؤسسات اللي يسيروا فيهم النساء. يعني اليوم معروف وكل المؤسسات عاليه معناها، ولهذا يعني اش نقولوا؟ نقولوا السياسه الهامه والاولويه اليوم يلزمنا نعطيو للاندماج المالي الاقتصادي والاجتماعي في تونس. معناها لازم سياسه اندماج، هذا قبل كل شيء، والسياسه هذه يلزمها القروض الصغرى، يلزمها لا ميكرو اسيورونس التامين الصغير، والثقافه الماليه ليديوكاسيون فينونسيير. هذوما ثلاث حاجات اللي معناها لازمين نحطوها في سياسه شموليه لدعم المؤسسات الصغرى. طيب فيما يخص المؤسسات المتوسطه، اليوم كثير من المؤسسات المتوسطه على راسهم النساء كمستثمرات والا كمسيرات، فهمتني؟ والمؤسسات هذه عندهم كلهم نفس المشاكل. وقت تقول لي معناها مؤسسه تساير فيها امراه ولا مؤسسه، معناها كلهم عندهم نفس المشاكل. ولهذا انا مراش علاش يلزمنا نقارنوا ما بيناتهم، لانه معناها كلهم عندهم نفس المشاكل. شفنا مؤسسات اللي يسيروا فيهم نساء والا اللي مالكتهم معناها نساء ناجحين نجاح باهر، وشفنا مؤسسات اللي يسيروا فيهم رجال ما همش ناجحين. معناها ولهذا انا ما نعملش فرق ما بيناتهم.